السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في 1990 أنا قدمت رسالة الدكتوراه بتاعتي، وقدمتها بطريقة غبية جدا جدا جدا، لأن لا راجعتها، لا راجعت الريفرنسز اللي هم مراجع ولا اللغة ولا أي شيء، وجمعت كل حاجة في أي حاجة وحطيتها على أي حاجة وديتها إيه للجامعة أو لكلية الطب علشان تقيمها لي. كنت منشغل جدا بأول رحلة فعلا أخرى بحاول أعملها للمملكة العربية السعودية علشان أجمع تبرعات منها في ذلك الوقت. طبعا ما كنتش مهتم أبدا بالرسالة قدر اهتمامي بالرحلة الرمضانية اللي أنا حذهب فيها للمملكة العربية السعودية في هذا الوقت. ذهبت للمملكة العربية السعودية وكنا بننزل في حاجة اسمها الندوة العلمية للشباب الإسلامي في جدة في السكن بتاعهم، وناخد جوابات تزكية نذهب بها للمساجد، والمساجد يسمحون لنا نقف في المساجد ونجمع تبرعات ونلم التبرعات وناخد تبرعات المسلمين. تخيلوا تخيلوا، لكن سنة 1990 1989 في 1989 أيضا أو 90 ذهبت أيضا لقطر علشان واحد يحاول يجمع عن طريق، كان لي علاقة كويسة جدا مع الملحق العسكري القطري في لندن اللي عمل لي دعوة، وذهبت هناك وتعرفت على بعض المحسنين هناك وخاصة الشيخ عبد الله الدباغ ربنا يديله الصحة اللي هو كان مسؤول جمعية قطر لكافة اليتيم. رحلتي للسعودية كانت رحلة غريبة وعجيبة في وسط ان انا بقى خلاص خلصت من رسالة الدكتوراه وحنجح فيها واروح بقى اجمع التبرعات. وقعدت فعلا هناك حوالي اسبوعين او ثلاث اسابيع اتعرف على الناس واشوف الناس والجمعيات الى اخره الى اخره الى اخره. وطبعا كانت رحله مكلله ببعض النجاح. تعرفت فيها على الدكتور فريد القرشي رحمه الله عليه اللي هو كان المشرف العام للهيئه الاغاثه الاسلاميه العالميه، اللي بذكائه وفطرته وحبه لبلده وحبه عمل خير كان عايز يجعل الاغاثه الاسلاميه هي جزء من الاغاثه الاسلاميه العالميه هناك، لانه اعجب ببعض المشاريع اللي بنقوم بيها وأعجب بالأداء بتاعنا، وقال إحنا ممكن نتكامل مع بعض. هو طبعا كان رجل إعلامي ورجل تسويق ورجل كان دكتور بتاعته، لكن كان فعلا بسم الله ما شاء الله شعلة متقدة دائما، وكان علما على رأسه النار رحمة الله عليه. توفي وفيما بعد فدي كانت أول رحلة. طبعا لما رجعت الحمد لله تعرفت كتير على ناس كتير جدا في المملكة، ورجعت لقيت ان انا صائد في الرسالة بتاعتي سقوط سيء جدا، حتى ان احد الممتحنين كتب في التقرير بتاعه ان هو الدكتور شوية حاول مش عارف اقول الكلمة دي، هذا الدكتور الغبي انا مش عارف هو مكتر الاحصائيات ليه، لانك طبعا لقيتنا ملخبط في المراجع واللغات وكذا وكذا وكذا. اما الدكتور الثاني اللي هو ده كان جراح، اما الدكتور اللي هو بتاع الباثولوجي اللي هو التخصص بتاعي فقال ان الدكتور البنا عنده اشياء جديده لم يتحدث عنها من قبل، خاصه في السن العمري للاجنه والاطفال اللي هو اشتغل عليهم، واحنا عايزين يعيد كتابه الرساله دي مره اخرى ويعيد مناقشتها مره اخرى معنا. فشفع لي هذا عند رئيس قسم في الجامعة في كلية الطب عندنا ان انا اعيد كتابة الرسالة واقدمها في خلال عام. ده بنسميه اللي هم بنسميه الميجور فيلير، السقوط الكبير، اللي هم بدوك سنة عشان تعيد كتابة رسالتك مرة اخرى قبل ان تقدمها مرة اخرى للجامعة علشان يقيموك على اساسها. طبعا الممتحن الجراح قال علي ان انا شوية ان انا حمار وغبي، اما الثاني فقال ان انا شغلي ممتاز جدا جدا، ودي كانت شفاعة ليا ان انا ارجع مره اخرى وعينولي احد الدكاتره الاساتذه عشان يصلح لي اللغه بتاعتي ويصلح لي كتابه الرساله دي. وده من حبهم في العلم مع عدم تعصبهم ضدي الى ما كنت اقوم به. ولكن كان جزء من اسباب السقوط اللي هو اهمالي في كتابة ومراجعة الرسالة، وكذلك اهتمامي بأولوية السفر إلى المملكة العربية السعودية وإهمال تقديم الرسالة، رميتها كده للممتحنين، وكأن أنا برمي جواب بوسطة في بريد والسلام عليكم ورحمة الله.